كما التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي بأبو ظبي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات سلطان بن أحمد الجابر. وخلال الاجتماع قال رئيس مجلس الوزراء إن أحد المجالات الواعدة للتعاون المصري الإماراتي يتمثل في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك توجيهات رئاسية بزيادة التعاون مع الأشقاء في الإمارات في هذا المجال في ضوء الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لفرق عمل من مصر والإمارات لصياغة التفاهمات والاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تم مناقشتها خلال المقابلة، حيث أكد مدبولي أنه سوف يتابع بنفسه تقدم أعمال فرق العمل حتى يتسنى تسريع التوقيع في أقرب وقت ممكن.